يعني التوائم سرور جدا جدا حضور المؤتمر اللي فيه حضراتكم، بحييكم كلكم. وهو المؤتمر العربي 12 تحت رئاسه السيد المتميز الاعلامي الاستاذ احمد السيد، احييه جدا جدا لان المؤتمر ده دعم وتحفيز وحاجه جميله وروعه وممتازه لمبادرة السيد الرئيس اللي هي بداية جديدة لبناء الإنسان للتنمية البشرية، وهي مبادرة بداية. وأنا بحيي الناس بتوع التنمية البشرية كلهم لأن أنا مدرب مدربين للتنمية البشرية، فبحيي نفسي معاكم. وبقول إن السيد الرئيس في مبادرة زي دي علشان الأول طبعا احنا بنتكلم المفروض عن حرب اكتوبر، بس بنتكلم عن جزئيه مبادره بدايه اللي هي تحت رئاسه ورعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيه كبيره للمبادره يا جماعه. المبادره اسمها بدايه جديده لبناء الانسان للتنميه البشريه، واحنا عارفين الفكره اللي الناس كانت واخداها عن التنميه البشريه، ولكن دلوقتي الفكره اتصححت بدليل ان السيد الرئيس يدعمها. فيعني انا كمان بقول ان دعم الحاجات اللي زي دي برعايه الرئيس هو دعم الشباب المنطلقين علشان اخذوا فكره طيبه عن التنميه البشريه. دي اولا. بالنسبه بقى لحرب اكتوبر، فأكبر تحية لجنودنا البواسل إن أنا اتولدت وخلاص مصر اتحررت ومفيش عندنا غزو إسرائيلي، وكل الكلام اللي أنتوا بتقولوه والأستاذ والقائمين قالوه، فده بيخليني أعرف عن إن أنا أنتوا اللي قلتوا لي معلومات التاريخ، أنا أخدت منكم معلومات التاريخ طبعًا. فبحيي الأستاذ الإعلامي أحمد السيد، وبقدم حاجة من الشباب الجميل قوي في التنميه البشريه. هي مش هتاخد وقت كبير، هي الكوتشنج لايف كوتش الاستاذه فاطمه سهران. طيب